انسان كائن حي بشري يتغذى على الرز، هذا اللي تشوفونه امامك، بالله حط الكاميرا عليه، هذا اللي تشوفونه امامك عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد يتغذى على الرز. ما يقدر يعيش الا لازم يشوف رز. تعودنا يوميا الرز. عاد تصدق والله ما اكذب عليك، رحت البوسنة اجيك اسولف عليك. اسلم مرحبا. عشان ما ابغى اشغل شيء، خليك مكانك لا تقوم. مرحبا بك. كنت في البوسنة في صرايفو تحديدا، وبيني وبينك قعدت بعد سادس يوم اسولف لك عادي؟ اي خذ راحتك. متقبلني؟ تحس انك في تقبل؟ انا احبك قبل برنامج فعلا. يا لب روحك الله يجبرك. ابوس على راسك تسمح لي براحتي؟ لا والله. سادس يوم اشتكت للرز. اللهم لك الحمد، نتقلب بالنعم الله، اللهم لك الحمد. بنعم نعمة عظيمة، الله لا يزولها. بس حنيت. حنيت على الرز. يعني انا اكل ستيك واكل بيتزا واكل. نوع. بس ابغى رز. يا اخي احنا السعوديين ترى والخليجيين متعودين ناكل رز يوميا. رز هم زي رزنا. ما في رز. بعد. ايه يجيك العلم. عشان كذا اذا سافرت خذ عزبتك معك. نعم. رزك وقدرك. عشان لا اشتكت الرز. من قريب. من قريب. المهم واروح ابحث. ما لقيت. وتكلمت مع الناس في السناب بيني وبينك، قلت اعطوني مطعم في البوسنة في سراييفو مطعم رز، اعطوني مطعم بحريني. يا سلام قريب. رحت والله اني اكلت من ذاك الكبسة، قلت اللهم يا رب لا تحرمنا من الرز. والله اللهم يا رب لا تحرمنا من الرز، احنا بشر يا اخي ترى متعودين ناكل رز. اعطيتني وتر الرز طاقه. اعطيتني سر. اعطيك سر. سر. انا في الاسبوع او على الاقل كل 10 ايام اذا كنت مواصل اصلي الفجر افطر رز. لا انت عندك مشكله. لا يعني هذا والله صدع عظيم. انت تفطر رز ما حد يدري عنها الا انا وانت. لا حد يدري عنها، خله بيني وبينك يعني. هي خله بيني وبينك لانه كذا فيصل يوم شافني سوى رز. يوم شافك انت انا وعبد الله العتيبي خوي اسمك سيف الاكلبي هوايتي رز وقراءه قراءه الاكياس الرز. لكن بشكل عام انا الشيخ عجبني والله. الشيخ اصراري. نعم لو تشوف الورقه اللي عندك كلها زيت. كله زيت. اي نعم. فمعناته الرجال مستمر. معناته عنده طاقة، عنده حب لل عنده طاقة. والله يكون في عون اللي بيذوق الطبق. أنا طبعاً برا الموضوع، أنا بذوق عند العيال هنا هو طبقه ما أطلع. لا لو سمحت أنت دامك شفت الطبقين فإذا أنت بتقيم فأرجوك قيم بما يرضي والله الله. والله اي نعم. أنا عندي عادة أنه اللي بيقيم ما يشوف طبخة المتسابقين أو الفريقين، لكن دامك شفت لا هي خل ضميرك يشتغل. أبشر بالسعد. والله سيف. دمه وضمير ازهل. الله لا يحرمنا منك وان شاء الله انك الله يسعد هالوجه بتبقى الى نهايه البرنامج باذن الله. شباب كنترول لو سمحتوا نزل التصويت. نزل ولا ما نزل التصويت يا شباب؟